السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال مقابلة موريتانيا. نتكلم على أقوى تشكيلة للمنتخب المغربي الأساسية والإحتياطية لمواجهة منتخب موريتانيا. لواحد المنتخب ليس بالسهل بطبيعة الحال، منتخب صعب الميراث. المنتخب الموريتاني منتخب قوي صراحة، منتخب اللي لازم نضربوا له ألف حساب، لأن منتخب وصل ثمن نهائي كأس إفريقيا. كتبقى مقابلة ودية صحيح، ولكن كتبقى مقابلة ممكن نحتاجوها بزاف صراحة. المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب موريتانيا مقابلة كبيرة جدا صراحة، وخصنا ضروري الفوز على المنتخب. كان ضنك تسمى مرابطين منتخب موريتانيا اللي هو واحد المنتخب اللي صراحة من المنتخبات الجيدة إفريقيا، منتخب كبير صراحة. منتخب الموريتانيا نتكلم على أقوى تشكيلة المنتخب المغربي الأساسية والإحتياطية لمواجهة منتخب موريتانيا بطبيعة الحال. لا جدال ولا نقاش، عم بداو بالتشكيلة الأساسية عاد نمشيو لخمسة بدلاء. عم بداو بياسين بونو حارس فريق الهلال السعودي اللي هو من الحراس المتمرسين صراحة داخل المنتخب الوطني المغربي، حارس كبير وحارس متميز صراحة في النخبة الوطنية وفي المنتخب الوطني المغربي. حارس كبير صراحة ياسين بونو كيبقى من الحراس الكبار ديال النخبة الوطنية وديال المنتخب الوطني المغربي، حارس اللي هو متميز لا جدال ولا نقاش فيها أن ياسين بونو حارس متميز في المنتخب الوطني المغربي، حارس فريق الهلال السعودي. نمشيو لخط دفاعي، نبداو باللاعب أشرف داري، لاعب شارلوروا البلجيكي، لاعب اللي تدرج صراحة من الوداد نبريس الآن مشى للبطولة البلجيكية. صحيح هود ماشي طلع من فرنسا، بلجيكا كتهود شي شوية لأن بلجيكا ما كتدخلش البطولة الخمس الكبرى، اما فرنسا فالبطولات الخمس الكبرى بطبيعه الحال. اشرف داري هذه فرصه في هذه التواريخ الفيفا الوديه مع انغولا يوم الجمعه ولا امام موريتانيا، اللقاء اللي كانت حتى لانه يرجع الايقاع باش يضمن المكانه في اللقاء ديال يونيو، لقاء ديال يونيو اللي عندنا اساسيات كاس العالم امام زامبيا وامام كونغو برازافيل. غنمشيو عند اللاعب عبد الكبير عقار، لاعب ديبورتيفو الافيس اللي هو من العناصر اللي كنسمعوا هضره وكلامه خصو يعطيه الفرصه الركراكي صراحه في هذه اللائحه المارس. غياب غالم سايس، غياب يونس عبد الحميد ما ناداش عليهم، اذا خصو يتجاود ليام كذلك. لاعب بدر بانون هادو كذلك ما كاينينش، هاد اللعابه اللي اسماعيل قندوس سامي مايي هادو كاملين قلب الدفاع اللي سبق لهم عيط لهم ما كاينينش دابا. اذا خصو يعطي الفرصه صراحه اللاعب عبد الكبير عبقر باش نشوفوا الامكانيات ديالو، ولا جدال ولا نقاش في ذلك. شوفوا الامكانيات لاعب عبد الكبير عبقر. غنمشيو عند اللاعب الظهير الايمن اشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي اللي هو من العناصر الجيده صراحه ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير ولاعب مميز اشرف حكيمي اللي كيبقى من العناصر الكبيره داخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير صراحه وامكانيات اللي هي كبيره كبيره بزاف صراحه. اشرف حكيمي من العناصر الجيده صراحه في المنتخب الوطني المغربي، عنصر كبير لا جدال ولا نقاش في ذلك ان اشرف حكيمي يتسمى من العناصر الرائعه داخل المنظومه المغربيه وداخل المنتخب المغربي. نمشيو للظهير الايسر يحيى عطيه الله اللي قرر انه يمشي للبطوله الروسيه من حقه، ولكن صراحه اختيار كنظن ليس بموفق باش نكونوا منطقيين ونكونوا حقانيين. اختيار يحيى عطيه الله ليس بموفق بصفه نهائيه صراحه باش نكونوا منطقيين ونكونوا حقانيين في الهضره والكلام اللي كنقولوا. يحيى عطيه الله اختيار كنظن انه يمشي للبطوله الروسيه صراحه اختيار ماشي هو هذاك، باش نكونوا متفقين على هذه النقطه. هذه يحيى عطيه الله من العناصر اللي صراحه فشل في هذا الاختيار صراحه كنظن، والله اعلم. مشيو عن الخط وسط الميدان تشوف فين امرابط حتى هو فشل وخا قرر انه يمشي لمانشستر وفشل. اللي باش كتعرفوا القرارات الصعبه اللي كتكون عند اللاعبين في اختيار الفرق بطبيعه الحال. قرارات دابا بحال سفيان امرابط يمكن كان الحلم ديالو مانشستر يونايتد، ولكن هو ما توفقش فريق مانشستر يونايتد. يمكن فريق مانشستر يونايتد كيمر بواحد الاوقات اللي هي صعبه، حنا شفنا في اخر مقابله كان تغلب على فريق ليفربول 3 يناير اليوم 5 يناير وقيله 21 مارس بالمناسبه. نمشيو عند عز الدين اوناحي لاعب مارسيليا الفرنسي اللي كيبقى من الاسماء الكبيره داخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب مميز صراحه اللاعب عز الدين اوناحي، لاعب اولمبيك مارسيليا الفرنسي اللي كيبقى من الاسماء الرائعه داخل المنتخب الوطني المغربي، لاعب رائع لاعب كبير صراحة. عز الدين أوناحي لاعب مارسيليا الفرنسي، لاعب صراحة من العناصر الكبيرة داخل المنتخب الوطني المغربي. لاعب عز الدين أوناحي لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي اللي كيبقى اسم كبير صراحة. غنمشيو عند لاعب إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد
لاعب صراحة إمكانية رائعة اللاعب إبراهيم دياز. أول مقابلة تكون أمام أنغولا إن شاء الله، ثاني مقابلة دي كانت حتسوى ليها اليوم منتخب موريتانيا لمنتخب ما بقاش سهل بطبيعة الحال أنك باش تنتصر على المنتخب الموريتاني، منتخب موريتانيا منتخب اللي هو جيد صراحة. حنا في اليوم في 21 مارس، ومقابلة موريتانيا مقابلة قوية صراحة عتكون بين العناصر المغربية والعناصر الموريتانية. حنا كنتمناو صراحة الفوز المنتخب المغربي لا جدال ولا نقاش على حساب المنتخب الموريتاني، لان المنتخب الموريتاني منتخب اللي ممكن يعمل لك شي مشاكل بطبيعة الحال، لا جدال انه ممكن يعمل لك مشاكل هناك. المنتخب الموريتاني ممكن يعمل لك بعدها المشاكل، لا جدال ولا نقاش في ذلك، لان المنتخب الموريتاني منتخب قوي. رجع نمشيو خط الهجوم، بداو الياس اخوماش اللاعب الجديد في المنتخب المغربي، لاعب فيا ريال الاسباني، لاعب صراحة اللي كيبقى من خيرة اللعابة ديال المنتخب الوطني المغربي. نمشيو عند سفيان الرحيمي لاعب العين الاماراتي، كذلك كنظن بعد عام ونص كيرجع للمنتخب الوطني المغربي، لاعب قوي صراحة من العناصر الرائعة داخل المنتخب، ممكن يعطي ثقة للاعب الاخر. اللاعب اللي بدا من البطولة المغربية صراحة اللاعب سفيان الرحيمي، لاعب اللي كيبقى من الاسماء الجيدة صراحة في المنتخب الوطني المغربي، لا جدال ولا نقاش في ذلك. لاعب سفيان الرحيمي اللي هو من العناصر الجيدة صراحة ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب جيد صراحة اللاعب سفيان الرحيمي اللي كيبقى اسم راسي. نمشيو أيوب الكعبي لاعب اولمبياكوس اليوناني، لاعب جيد صراحة ولكن في المنتخب المغربي باقي ما ثبتش راسو بزاف صراحة. آخر هدف ديالو مع المنتخب المغربي سجلو أمام منتخب ليبيريا في مدينة أكادير عن طريق ضربة جزاء، لقاء اللي كنا تفوخنا 3-0 على منتخب ليبيريا، أهداف أمين حارث، أمين عدلي، وأيوب الكعبي، وكذلك سجل هدف الكوت ديفوار كان في ديك اكتوبر، كان سجل جوج ديال الاهداف. واهم حاجه عملنا دبرنا ضربه جزاء مع جنوب افريقيا في كاس افريقيا في دور الثمن النهائي اللي هزمنا 2-0 ديك اللقاء، ضاعها اشرف حكيمي. نمشيو للاعب الاحتياطي الخمسه اللي ممكن يدخلوا اثناء اللقاء ديال موريتانيا، نبداو بشادي رياض 20 عام لاعب ريال بيتيز الاسباني اللي هو من العناصر الشابه اللي ممكن ركراكي يعطيه الفرصه في هذه اللائحه ديال مارس بطبيعه الحال، لا جدال ولا نقاش في ذلك. أن اللاعب شادي رياض ممكن يدي فرصة بطبيعة الحال ونشوفه. لاعب شادي رياض اللي عنده 20 عام واختيار موفق أنه يمشي فريق ريال بيتيز، حنا كنشوفوه التون ديال البارسا في هذه الصورة هذه، ولكن مزيان أنه مشى فريق ريال بيتيز الإسباني باش يزيد يطور راسو. مشى عند أمير ريشاريسون لاعب ريمس كان الفرنسي، والعناصر اللي دخل في لقاء واحد امام زامبيا في كاس افريقيا صراحه الجمهور المغربي تعجب في هذاك اللقاء، التحركات مزيانه عملها ولكن صراحه ما كملش على داك الشيء، ما دخلش بالطبع، ما دخلش لقاء جنوب افريقيا. امير ريشاريسون لاعب عنده 22 سنه، امكانيات كبيره صراحه عنده ما يقول هذا اللاعب، فقط خصو الاستمراريه مع المنتخب الوطني المغربي، لا جدال لا نقاش في ذلك، خاص الاستمراريه. نمشيو عند اللاعب الثالث بلال الخنوس 19 عام، لاعب اللي شارك معنا في المونديال وشارك في كاس افريقيا وشارك في كاس افريقيا قبل 23 عام، اذا شارك بزاف ديال التظاهرات، وكذلك كتسناه الالعاب الاولمبيه اللي عتكون بفرنسا بطبيعه الحال، لا جدال لا نقاش في ذلك. الالعاب الاولمبيه اللي جدال ان طريق السكيتي غيختار لاعب بلال الخنوس، لان بلال الخنوس من الكوادر ديال المنتخب الاول، وخاصة هو لاعب اولمبي ما يتجلكش حتى ثلاثة اللاعب اللي غيكون عندهم 23 عام فوق، ما يديش بلاصتهم تماما. نمشيو للاعب الرابع اللي كيلعب في موناكو الفرنسي، الياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي اللي هو من العناصر بطبيعة الحال الجيدة، ممكن يكون في المنتخب المغربي، ما عمرو لعب في المنتخب المغربي، غنشوفو شنو يقدر يعطي للمنتخب الوطني المغربي، لا جدال لا نقاش في ذلك. المنتخب المغربي ما كيوقفش على اي على واحد، بل اللاعب هو اللي كيوقف على المنتخب انه باش يمثلو، باش تمثل بلادك عندك شرف كبير بزاف صراحه، ان بزاف ديال اللعابه هما بارزين وكيتمنوا انهم يتنادوا المنتخب ما كيتناداوش. اهم مثال انس الزنيسي اللي تنادى ولكن ماشي بزاف، ما داش الفرصه الكامله ديالو، بزاف اللعابه اخرين. مشيو عند يوسف النصيري لاعب اشبيليا الاسباني من العناصر الرائعه داخل المنتخب المغربي صراحه، يوسف النصيري كيتظلم شويه معنا لانه ملي ما كيقومش مقابلات قويه كنتاخذوا واحد الانتقاد وصعيب، ولكن ملي كيكون في المستوى ما كنشيدوش به بزاف صراحه، باش نكونوا منطقيين ونكونوا حقانيين ونفكروا في هذه المساله بزاف. هذا اكثر لاعب اللي كيتعرض للانتقادات في المنتخب الوطني المغربي اللاعب يوسف النصيري، منطقيا وحقانيا باش نكونوا حقانيين، يوسف النصيري صراحه هو اللي كيتعرض للانتقادات كبيره من جانب المنتخب الوطني المغربي، لا جدال ولا نقاش في ذلك.
يتعرض لعدة انتقادات في النخبة الوطنية اللاعب يوسف النصيري. هادشي اللي كان. شكرا خوتي على المتابعة ديالكم لهذا الفيديو من الأول إلى الآخر، شكرا لكم وإلى اللقاء وإلى فيديو آخر إن شاء الله.